أقول لك الآن أنا كحنبي، فلتذهب الأمم المتحدة إلى الجحيم، وليذهب القانون الدولي إلى الجحيم، ولتذهب كل القرارات إلى الجحيم. لماذا؟ لأن هناك من استلم المشعل، ويعرفه أبناء شعبك الذين يتظاهرون أمام البرلمان المغربي للمطالبة بحقوقهم كأسرى، ألا وهو جيش التحرير الشعبي الصحراوي. وعندما استلم المشعل انتهى كلام السياسيين والقانونيين والمؤرخين والمحللين، ولكن أتمنى أن لا يرتفع في المغرب سعر الحفاظات الرجال، لأنه سوف يكون الطلب عليها والإقبال بشكل رهيب، سيجعل هناك عجز في الميزانية المغربية لتوفير هذه المادة المهمة جدا لأزيد من 160 ألف رجل على طول جدار الدول العالم المغربي.